السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على السلامة، وحشتونا جدا جدا، بقالنا فترة كبيرة متوقفين بنعد لكم حلقات كانت بتذاع قبل كده. سامحونا، احنا كنا بنصور برنامج رمضان وانا كنت مسافر كده في يعني ظروف معينه، كنت في عمره وكنت في بعض السفريات، لكن السبب الرئيسي للتوقف الا وهو تصوير الكنز المفقود. كنز المفقود برنامجنا الجديد في رمضان، تشوفونا كل يوم ان شاء الله الساعه 11 بالليل بعد صلاه التراويح. يا رب يا رب يا رب يا رب ما نكونش تقلنا عليكم بإعادات الحلقات. يا رب الكنز المفقود أن ترى الله في كل شيء وقبل كل شيء بقلبك وبعد كل شيء، ترى المنعم وترى الحكيم وترى الرحيم، فنبقى عايشين مع الخالق مش مع المخلوقات. ده موضوع الكنز المفقود، برنامج رمضان اللي غبنا عنكم عشان كنا بنصوره. الحمد لله على السلامة. حلقة النهاردة حلقة جديدة من حلقات خدعوك فقالوا، واحنا يا جماعة عايزين نجهز نفسنا شوية لرمضان. خلاص 3 أسابيع على رمضان تقريبا، فعايزين نجهز نفسنا شوية لرمضان، فأطلقنا حملة اسمها حملة لا تفسد رمضانك. هتلاقوها على الانترنت في بعض الدروس وبعض الأشياء اللي ممكن تقرؤوها، وأتمنى يكون الحلقتين اللي جايين لغاية رمضان فيهم بعض الحاجات اللي بتساعد حملة لا تفسد رمضانك. عندنا أشياء كتير نفسنا نعملها في رمضان، لكن من صيام مثلا أو صلاة أو قرب من ربنا عز وجل وقرآن ومثلا بر الوالدين وصلة رحم، لكن في معوقات بتعوق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. نفسي أبقى كويس في رمضان، لكن في حاجات بتمنعني، حاجات من جوايا وحاجات من برة. فإحنا النهاردة يعني هنتكلم في حاجة أحد المفسدات الكبيرة لحياتنا وبالذات في رمضان. النهاردة هنتكلم عن الخدع اللي جوه الإعلام، هنتكلم عن الإشاعات والأشياء اللي الواحد بيشوفها أو بيسمعها أو بيقرأها فبتبعده عن ربنا أو تفسد تعاملاته مع الناس. النهاردة عندنا كلام كتير، مش هنحرم ولا نحلل، وإن كان في أشياء كتير الإعلام بيقدمها حلال وجميلة وتعليمية، وأشياء كتير جدا الإعلام بيفسد بها قلوبنا. فيا رب النهاردة، يا رب أنا عارف أن أنا ممكن أكون يعني واحد بيتكلم جنب إخواني ومشايخ الدعاء، والإعلام في حاجات كتير قوي محتاجة سنين عشان تتغير، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو المعين، ربنا هو اللي بيوصل الكلمة. يلا النهاردة خدعوك فقالوا، بنتكلم على المفاهيم الخاطئة في استقبالنا للأشياء اللي بنشوفها وبنسمعها في الإعلام. هنسيبكم مع فاصل تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع على طول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم تاني. الإعلام والأخطاء اللي في الإعلام اللي احنا بنستقبلها، سواء الإعلام المشاهد في التلفزيون أو الإعلام المقروء في الصحافة. واحنا النهاردة يا جماعة الهدف مش ان احنا نجرح في حد النهاردة او نتريق على بعض افعال غلط بتتعمل او ان احنا نسخر من حد. هدف النهاردة هو ضبط عادات المشاهد او اللي بيقرأ لما يستقبله عقله من الاشياء اللي بتبث في التلفزيون او في الصحافة. النهاردة احنا بنتكلم على جهاز موجود في كل بيوتنا بيشكل ثقافات اجيال وبيشكل دنيا واخرة لناس كتير قوي. اول حاجة عايز ابدأ بيها، عايز ابدأ بفكرة ان احنا بني ادمين، وربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ميز البني ادم بالعقل. هذه الميزة اللي ربنا عز وجل تكلم عنها، وبعض العلماء فسر الآية لما ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. العلماء بيفسروا تفسيرات كلها مرتبطة بالعقل. بعض العلماء يقولك العقل نفسه، بعضهم يقول التخيير، ان انا بني ادم عندي اختيار، ما كل ده بالعقل والقلب. اذا لازم نبقى عارفين يا جماعه ان اغلى ما عندك هو عقلك وقلبك، علشان كده ما ينفعش اسلم عقلي وقلبي لاي حد يتحكم فيه. ما ينفعش يبقى عقلي وقلبي زي المثل المشهور وكاله من غير بواب، اي حاجه بقعد اتفرج واسمعها. وخد بالك العقل والقلب ليهم مداخل، اللي بيخش عن طريق المداخل دي بيترسخ المبادئ اللي دخلت من العين والودان في العقل والقلب، بالذات العين والودان، بالذات ما يسمع وما يشاهد. فما ينفعش يا جماعة ان الواحد يسيب نفسه لأي حد يشكل شخصيته ويشكل دنيته ويشكل آخرته ويشكل مبادئه. وكل ده بيحصل في الإعلام في التلفزيون أو في الصحافة. قال رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأميز شيء فضل به البني آدم عقله وقلبه اللي بياخد به قراراته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على ناس هم في الدنيا ما لهمش مقام عند ربنا، وهم يوم القيامة مش هيبقوا من أهل الجنة. قال رب العالمين ولقد ذرأنا خلقنا
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هو مش بيفكر القلب والعقل. وعلى فكرة تعالوا النهاردة ندمج كلمة القلب والعقل في القلب، لأن في كلام كتير حوالين إن الإنسان بيعقل بدماغه ولا بيعقل بقلبه، بياخد قرارات بدماغه ولا بقلبه، خلاف بين العلماء حتى علماء النفس نفسهم. فتعال الأول نتفق إن إحنا من اللي بيقولوا إن الإنسان قراراته في قلبه، وإن الإنسان بياخد قرار بقلبه، ولما قلبه يميل لحاجة يدي الإشارة إن هو يخدم الحاجة دي ويحب الحاجة دي ويعيش تحت طاعة الحاجة دي. فربنا بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، مش بيشوفوا بها الحاجة اللي اتخلقت عشانها العين، ولهم آذان لا يسمعون بها، مش بيسمعوا بها الخير، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فربنا عز وجل وصف الناس اللي مش بتعقل بقلوبها، اللي مش بتفكر صح، اللي مسلبة عقولها وقلوبها لحد مش فارقة معاه مصلحته، إن هم أولئك كالأنعام، لأن الأنعام ربنا عز وجل خلقهم في الدنيا مسيرين في عبادة ربنا عز وجل ما بيفكروش. أما البني آدم صاحب الاختيار، مين اللي بيشكل قرارات البني آدم يختار الصح ولا الغلط؟ قلبه، وقلبه ده ليه قنوات بتدخل العين والودان. فلازم ناخد بالنا كويس قوي، لازم ناخد بالنا يا جماعة إن ربنا يعني كرم هذا البني آدم وما خلاش أي حد يكلمه. خدت بالك إن مين اللي اتبعت عشان يدلك على الجنة وعلى ربنا؟ هل لقيت ورقة مرمية في الأرض بتقول ربنا هو الكبير، ربنا هو العظيم، ربنا سبحانه وتعالى هو في جنة ونار؟ ولا جالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا كرم عقل البني آدم وقلبه إنه بعت له النبي عشان يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل للدنيا كلها. عشان كده ربنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهر قلوبهم من العيوب والذنوب، ويطهر عقولهم من المبادئ الخاطئة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أنت حاجة كبيرة قوي، وقلبك حاجة كبيرة قوي، وربنا سبحانه وتعالى القلب ده غالي عنده، والقلب ده هو المكان اللي بيستقر فيه حب ربنا والإقبال على ربنا. فلما يتحشي عن طريق العين والودان بأشياء غلط وأشياء حرام وأشياء عكس كلام ربنا كده، احنا بنضيع الأمانة. فأرجوك أرجوك ما تسلمش عقلك، ما تسلمش عقلك لأي حد. وهنا أنا في حاجة جاية في بالي، حد قالها لي من الناس، قال لي يا مصطفى أنت هتقعد تتكلم عن الإعلام والأخطاء اللي في الإعلام، يعني أنت كلامك هيأثر في حد؟ فافتكرت كلمة قالها سيدنا إبراهيم لربنا، لما ربنا قال له يا إبراهيم بعد ما بنيت البيت وأذن في الناس، أذن يعني انده على الناس، يأتونك رجالا على رجليهم وعلى كل ضامر راكبين، يعني يأتونك من كل فج عميق. أذن في الناس علشان يأتينا من كل فج عميق، عشان الناس تيجي لك من آخر الدنيا يحجوا البيت. فسيدنا إبراهيم قال رب أنا لو ندهت مين هيسمعني؟ كيف أوصل صوتي للناس؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان النداء وعلينا البلاغ. فأنا النهاردة بطلب من ربنا أن أنا عايز أتكلم بالله. عارف يعني أتكلم بالله؟ يعني مستعين بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن يكون اللي بيتفرج علينا عدد معين من الناس، لو كلهم استجابوا الله أكبر كريم يا رب، لو جزء منهم استجابوا الله أكبر كريم يا رب، يكفي حتى لو واحد بس من الناس آمن بفكرة ما تسلمش عقلك لأي حد. أرجوك أنت مخلوق كريم عند ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة تعالوا نفتح مداركنا شوية، تعالوا النهاردة، أنا النهاردة مش هديكوا أوامر اتفرج عليه ما تفرجش على إيه، وده حرام وده حلال. وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما قصرش، صلى الله عليه وسلم ما ماتش النبي إلا وبين الحلال والحرام، حتى قبل أن يموت قال الحلال بين والحرام بين، ما قصرتش يا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة مش جايين نحرم ونحلل، تعالوا النهاردة كده نفتح قلوبنا وعقولنا وآذنا البعض، علشان بعد كده رمضان جاي يا جماعة، رمضان بيضيع بسبب التلفزيون، بل آخرتنا هتضيع بسبب التلفزيون وبسبب أخبار غلط بتنقل إشاعات في بعض الصحف أو في كثير من الصحف. فيلا نضبط عاداتنا النهاردة مع بعض. التلفزيون لما تيجي تقرأ عنه اسمه جهاز إمتاع، جهاز ترفيه، تعريف التلفزيون عند الإعلاميين كده، زائد أنه جهاز ثقافة وجهاز تعليم، بس هو أصلا للتسلية والإمتاع. والإمتاع ده يا جماعة لو الإنسان بعيد عن ربنا هيحب يمتع نفسه بما يرضي إله تاني اسمه الهوى المزاج. فأنا لو كنت قريب من ربنا جدا هبقى عايز أمتع نفسي برضا ربي، ولو بعيد عن ربنا هبقى عايز أمتع الإله التاني. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
والموضوع عرض وطلب.